وجه محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل رسالة تعزية للنائب الدكتور قتيبة الجبوري بوفاة والده، فيما يلي نصها: الأخ والصديق النائب الدكتور قتيبة الجبوري المحترم، تلقينا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نبأ وفاة والدكم اللواء المتقاعد إبراهيم تركي بعد أن أدى رسالته الإنسانية والمجتمعية الكبيرة التي أنضجت ما حققتموه من نجاحات في مسيرتكم العلمية والسياسية. ونحن إذ نتقاسم معكم مشاعر الحزن والمواساة على مصابكم الجلل، فإننا ندعو الله تعالى أن يتغمد فقيدكم بواسع رحمته، وأن يمدكم بصبر يخفف من وقع مصابكم الكبير، وأن يحيطكم والعائلة الكريمة برضاه وعونه، إنه نعم المولى ونعم النصير. أخوكم المخلص الدكتور المهندس عمار جبر خليل، محافظ صلاح الدين.